حلو هالسؤال عم تسأل المعلمة سؤال للتلاميذ. قالت لهم اعطوني عكس هالجملة. الأطفال بالليل بيعملوا غلط. الغلط هن بالليل بيعملوا أطفال. الغلطة اللي بنعملها بالليل بتخلف أولاد. مش الأولاد بالليل بيعملوا غلط. انتبهوا. الأطفال عندهم حنكة وذكاء. قال في فيل بيسألوا للجمل. بيقولوا ليه؟ ما بتستحي كيف اني بزيزك على ظهرك؟ قال له انت ما بتستحي انه طبعك الدين طالع من وجهك يردك. كلهم هيك. اهلا عم بيتسيروا. قال له ليه؟ بتاخذ دواء؟ قال له ابدا. بتشرب خمره؟ بتلعب قمار؟ بتروح بتزوره؟ صار يسأله كل قال له شو الفرق بينك وبين الكلب ولا إذا كلها وما بتعمله لا بتلعب ولا بتشرب ولا بتسكر ولا بتحب ولا بتسب ولا بتنط ولا بتشط ولا بتلط ولا شك ايش تعمل مثلك مثل الكلب وفي كلاب كتير أحلى فإذا حياتك بدها تكون بس على الكتاب كيف بدي نام وكيف بدي أقوم وكيف بدي أكل وكيف بدي أشرب وأي كتاب يعني مين كتب هالكتاب قالت له انت شو بتحس وانا شو بحس قال لا انا بحس انه وقالت له انا مثلك كمان ما تفكر قال له شو يعني قالت الساعة 8 من عشية اذا ما جيت على البيت فيك وبلي رح تمشي هالشغلة مش هيك قالوا له ليه كل ليلة بتجي بكير على البيت قال له نتعلمت قالت له فيك وبلي راح يكون في غيرك يعني هاي بدها تكون بكير فإذا هالشروط اللي بنعملنا وكل ما عملنا شروط كل ما كلنا الشر معهم أكثر.